في ملف القضاء، يرتقب أن يعاد فتح القضايا بداية من جانفي الداخل، الذي سيشهد محاكمات علنية للجزائريين مثل المحاكمة الأخيرة لرموز النظام أو نظام بوتفليقة. نتابع. شتاء ساخن وفصل جديد من قضايا الفساد تفتح من جديد مطلع شهر جانفي الداخل، وعلى رأس المتهمين مرة أخرى الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال في ملفات تخص ملح امتيازات وتبييض الأموال وكذا تبديد المال العام. بطبيعة الحال اللي رانا نشوفوهم يكونوا على رأس التهم اللي راها موجهة إليهم، ولا على رأس المتهمين هذوما اللي راح يكون طبيعة الحال الوزيرين الأولين هما اللي راح يكونوا على رأس، ما خلوش كامل القضايا ولكن مازال قضيتين أو ثلاث قضايا اللي راح يكون فيهم الوزيرين المتهمين الأولين، راح يكونوا موجه لهم عدة تهم في عدة ملفات. مازال ما يخفلكش أنه جاز فقط ملف واحد فقط اللي يخصهم، ولكن مازال ملفين أو ثلاث ملفات راح يكونوا هما حاضرين فيهم. القضاء وقبل نهاية السنة أعلن عن تسريع في وتيرة التحقيقات القضائية التي تخص قضايا مسؤولين سامين في الدولة رفقة عائلاتهم، كملف المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل الذي يرتقب إحالة ملفه في الأيام القليلة القادمة بتهم متعددة مثل الثراء الفاحش، استغلال النفوذ والوظيفة. رجال الأعمال هم أيضا سيكونون أمام المحاكم رفقة وزراء آخرين في تهم تتعلق بالحصول على قروض دون ضمانات، تبديد الأموال البنكية وتبديد الأموال، وتهمتي المنح والحصول على امتيازات غير مبررة. أنا نشوف اليوم العدالة راها تسرع شوية ولكن ماشي بصفة كثيرة، لأنها اليوم راها تأخذ كامل المدة المخولة لها قانونا، لأنه ما يخفلكش لأنه ما دام هذه الجنح راه عندها يخول القاضي التحقيق ياخذ فيها تحقيق مدتين 4 أشهر زائد 4 أشهر. احنا لو نشوفوا هنا التاريخ تاع التوقيفة تاعهم كانوا من شهر جوان، يعني حتى لشهر جانفي هذا يعني المدة تاعهم راها انتهت قانونيا، ولهذا نشوفوا المحكمة راها تشوف راها تبرمج هذه المحاكمات في الأجل تاعها المحددة ولكن بالتسريع. ولكن بعد المحاكمة التاريخية لرموز نظام عبد العزيز بوتفليقة في ملف تركيب السيارات، الجزائريون على موعد جديد مع جلسات علنية أخرى ستكشف عن تفاصيل وأمور أكثر أهمية في الأيام القادمة.